وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير. يعني سيد مصطفى، توجيهات خاصة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المشروعات التنموية المختلفة، وبالطبع على رأسها ما يخص الحياة الكريمة للمواطن المصري وتطوير قرى الريف المصري من خلال المبادرة مبادرة حياة كريمة. كيف ترى هذا الأمر، وآخر ما تم التوصل إليه في هذا المشروع والمبادرة الهامة؟ الحقيقه يمكن الاجتماع السيد الرئيس اليوم بدعوه رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الاسكان استضاف كل ما تم تنفيذه من مشروعات قوميه ذات صله بالمشروع القومي والمبادره الرئاسيه حياه كريمه، شيء في غايه الاهميه في هذه الفتره، ويمكن في الظروف الاقتصاديه العالميه كل التقارير الميدانيه ان استمرار العمل في المبادره بيضخ كثير من فرص العمل، الاف من فرص العمل، باستمرار كمان لتنفيذ مشروعات قومية كبيرة مثل مشروعات الصرف الصحي والبنية الأساسية والتحتية في كل القرى المرحلة الأولى اللي جاري العمل فيها الآن، وأيضا في المراكز والقرى التي تم ضمها من المرحلة الثانية الآن، وجاري العمل في المسح الميداني من كل الجهات التنفيذية، وأيضا بحضور معالي وزير الإسكان ل استضاح موقف الوزاره من مشروعات سكن كريم ومشروعات الصرف الصحي التي تقوم بها وزاره الاسكان بكل اجهزتها. بنتكلم على مشروع ضخم هيخدم ما يقرب من 60 مليون مواطن في اكثر من 4741 قريه، كل الريف مستهدف بشكل مستمر بشكل يومي في ميزانيه تقدر باكثر من 800 مليار جنيه. وهنا الحقيقه السيد الرئيس بيعطي كمان اشاره لكل المجتمع المصري إن الدولة المصرية بكل أجهزتها بتخطو خطوات سريعة في هذا المشروع القومي، لن تتأثر بأي ظروف بتمر بها العالم وتمر بها مصر بشكل مباشر أيضا، وفي تأثير كبير على الاقتصاد، ولكن أهالينا في الريف المصري والقرى المصرية من تم العمل في أقراهم العمل مستمر، الرسالة واضحة من برأس القيادة السياسية ورأس الدولة المصرية أن هناك استمرارية لكل انتهاء من جميع المشروعات التي يعمل بها كل أجهزة الدولة سواء من وزارة الإسكان أو القوات المسلحة، وطبعا بإشراف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء. المسؤولية مشتركة داخل المجتمع المصري كما تحدثت أستاذ مصطفى، يعني حدثني عن دور منظمات المجتمع المدني في هذا الصدد إذن. سؤال حضرتك مهم جدا. في الدور المباشر لمنظمات المجتمع المدني تم تشكيل التحالف الوطني للعمل الاهلي بيضم اكثر من 23 جمعيه اهليه من كبرى الجمعيات والاتحاد العام للجمعيات الاهليه والاتحادات الاقليميه المنتشره على مستوى الجمهوريه. اجتمعنا بالامس، كان في اجتماع مطول بالاتفاق على خريطه طريق للست شهور القادمه في استمرار مبادره وصل الخير لكل اهالينا في جميع المحافظات. بنستهدف ان شاء الله خدمه ما يقرب من 9 مليون اسره مصريه من التحالف الوطني للعمل الاهلي. جميع المؤسسات الكبرى مشتركه بخططها التنمويه بالتعاون مع حياه كريمه والغرفه المركزيه لاداره المبادره الرئاسيه حياه كريمه. لدينا خطه واضحه ان شاء الله بدعم ايضا من الحكومه من فخامه السيد الرئيس 9 مليار جنيه، بالاضافه ل 5.5 مليار جنيه من الجامعات الاهليه أعضاء المؤسسين للتحالف الوطني. هتستمر هذه الخطط في على مدار الست شهور القادمة بإذن الله. أشكرك الأستاذ مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير.